اليوم السيد الحلبوسي أيضا متهم بإعطاء تعهدات لهذه الكتل مقابل عدم دعم سيد محمد الشياع السوداني بالمرحلة المقبلة. شوف، أولا احنا قريبين من انتخابات برلمانية في عام 2025. احكي ليها بصراحة بتخليها اي لا شيء. هو حاليا الوضعية قاعد ترسم زين. خارطة 2025 قاعد ترسم من الآن. شكل التحالفات واضح جدا، يعني فأكيد السيد الحلبوسي يتحالف مع الأقوياء، كون أنه هو القوي ضمن السنة. أنت تتكلم عن 55 من 76، واليوم حسب المعلومات اللي وصلتني هناك انشقاقات جديدة ستلتحق بتقدم من، يعني ما بدي أقول اسم التحالف، خليه تتأكد المعلومة. فبالتأكيد يعني الرئيس الحلبوسي رقم قوي في البيت السني، فبالتالي الأقوياء دائما يبحثون للتحالف مع الأقوياء. فأعتقد أنه شكل التحالفات يعني ملامحه بدت من الآن للحكومة المقبلة. إذن أكو هيك تعهدات، أكو هيك تفاهمات؟ طبعا بالتأكيد. يعني أنت حتى لا تدخل في المخاض اللي دخلت به حكومة السوداني وطولت سنة يلا تشكلت الحكومة، بالتأكيد يعني أسس بناء التحالفات الجديدة يعني بلش من الآن. وبالتالي شكل التحالفات تقريبا بين واضح جدا أنه أكو انسحابات من الكتل، ذهاب يعني أكو ناس انسلخت من الإطار وراحت باتجاه دعم الدولة وغيرها من هذه التحالفات. وبالتالي أكو حراك مستمر بين الكتل السياسية، فلهذا قلت أنا جهود أبريكان هي مقلبة المعادلة.